أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من العربية نبدأها بعناوينها. بعد تصويت لعزله في مجلس النواب، ترامب يتجاهل القرار الاتهامي ويدعو الأمريكيين إلى الوحدة. رئيس تويتر يؤكد أن قرار وقف حساب ترامب كان الخيار الصحيح بعد مراجعة دقيقة لتغريداته. الخرطوم والقاهرة تتبادلان الوفود لبحث ملفي سد النهضة وأزمة الحدود السودانية الإثيوبية. وبعد طول انتظار، فريق المحققين يصل ووهان منشأ كورونا، والصين تسجل أول وفاة منذ 8 أشهر. أهلا بكم. بعد موافقة مجلس النواب على قرار مساءلته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسجيل مصور عبر حساب البيت الأبيض على تويتر، دعا الأمريكيين إلى الوحدة وتجاوز انفعالات اللحظة. What is needed now is for us to listen to one another, not to silence one another. All of us can choose by our actions to rise above the rancor and find common ground and shared purpose. We must focus on advancing the interests of the whole nation, delivering the miracle vaccines, defeating the pandemic, rebuilding the economy, protecting our national security, and upholding the rule of law. Today, I am calling on all Americans to overcome the passions of the moment and join together as one American people. ترامب دان أحداث العنف التي شهدها الكونغرس الأسبوع الماضي جملة وتفصيلا. I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Making America great again has always been about defending the rule of law, supporting the men and women of law enforcement, and upholding our nation's most sacred traditions and values. Mob violence goes against everything I believe in and everything our movement stands for. توقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عند قضية مساءلة وعزل الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب. وصف بايدن الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بالهجوم غير المسبوق على الديمقراطية، معبرا عن أسفه على الأرواح التي زهقت خلال الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول. بايدن اتهم ترامب بالتحريض على هذا العنف وطالب بمحاسبة المسؤولين عنه والمنفذين له. كذلك لفت بايدن إلى أن التصويت على عزل ترامب كان من الحزبين الديمقراطي والجمهوري معا، مذكرا بأن الأمة لا تزال أيضا في قبضة فيروس قاتل واقتصاد مترنح، ومشددا على أهمية الوقوف والعمل معا في هذه الفترة الحرجة. نناقش كل هذه التطورات معنا من بيروت الدكتور سامي نادر، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم دكتور معنا في العربية. كيف يمكن تفسير تجاهل الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب للقرار الاتهامي لمجلس النواب؟ أعتقد الرئيس ترامب الهدف الأساسي من موقف البارحة هو امتصاص أو احتواء غضب الحزب الجمهوري. هنالك 10 نواب في مجلس النواب صوتوا لصالح العزل، وإن عادت وتكررت هذه المسألة في مجلس الشيوخ يعني أن هذا عزل الرئيس وقطع الطريق أمام دخوله السباق الانتخابي عام 2024. هذا ما هو على المحك، يعني إذا تمكن مجلس الشيوخ من اجتذاب 17 عضو من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لتصويت لصالح العزل، يعني أن هذه عمليا نهاية ترامب السياسية، وبالتالي هو يحاول أن يأخذ كل الذرائع من درب تصويت من هذا النوع. قالها بشكل واضح البارحة أنه ضد أعمال العنف، ضد التعدي على المؤسسات الديمقراطية، أن هذا لا يتماهى أبدا مع شعاره أمريكا أولا أو لتكن أمريكا عظيمة. وبالتالي ما يتم حسمه خلال الأيام المقبلة هي
أولا مصير الحزب الجمهوري، أي سياسة سوف يعتمد ومن سوف تكون قياداته. ولذلك حتى اليوم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ماكونيل لم يحسم أمره بعد، يعني فتح الخيارات كلها، وقد يصوت لصالح العزل وقد لا يصوت. أيضا هو يعني يعزز موقعه التفاوضي مع ترامب في المرحلة المقبلة. إذن ما يتم حسمه، ما هو على المحك اليوم، هو مصير الحزب الجمهوري، القيادات، من سوف يقوده. وما هو مهم جدا، بدأت ترتسم معالم السباق الانتخابي عام 2024. طيب دكتور، مادامكم تحدثتم عن الحزب الجمهوري، هل انضمام 10 جمهوريين إلى هذا القرار لمجلس النواب ضد ترامب ينم عن أسباب شخصية أم هو استياء داخل الحزب الجمهوري من تصرفات ترامب؟ أعتقد أنه استياء، وأن القاعدة الجمهورية بأغلبيتها صحيح أنها داعمة لترامب وخياراته، خاصة على المستوى المهاجرين، على المستوى الاقتصادي، ولكنها لا تقبل أن يتم الاعتداء على المؤسسات الديمقراطية. هذه ليست القيم الحزب الجمهوري ولا قيم أمريكا. بالإضافة أنهم نعم، كما ربما أشرت، هنالك داخل الحزب الجمهوري من لم يطرق له كيف ترامب خطف، إن جاز التعبير، هذا الحزب، أمثال ليز تشيني، وهي منذ البداية كانت مناهضة لخيار أو خيارات أو أسلوب الرئيس ترامب، وهي يعني الشخصية الثالثة داخل الكونغرس. البارحة صوتت بشكل واضح وصريح ضد رئيس، اعتبرت أنه خرق الدستور. إذن هو مزيج، يعني أولا القاعدة الجمهورية لم تكن أبدا محبزة للجوء إلى العنف، وثانيا هنالك حسابات سياسية داخل الحزب الجمهوري. طب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور، سنناقش موضوع ذات صلة. من جانبها اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكية الديمقراطية نانسي بيلوسي أن القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق ترامب يثبت أن ما من أحد فوق القانون ولا حتى رئيس الولايات المتحدة. كررت بيلوسي تحذيرها من أن ترامب يشكل خطرا واضحا وفوريا على البلاد. And we know that the president of the United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country. He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love. And then came that day of fire we all experienced. The president must be impeached, and I believe the president must be convicted by the Senate, a constitutional remedy that will ensure that the republic will be safe from this man who was so resolutely determined to tear down the things that we hold dear and that hold us together. كان مجلس النواب الأمريكي قد صوت بالموافقة على توجيه اتهام لترامب بالتحريض على التمرد، وذلك انطلاقا من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير، حيث أيد جميع الأعضاء الديمقراطيين وعشرة أعضاء جمهوريين قرار العزل، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ. Thank you.
زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل قال إنه من غير الممكن إجراء محاكمة عادلة وجادة لرئيس دونالد ترامب في غضون الفترة القصيرة المتبقية له في البيت الأبيض وقبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة الأسبوع المقبل. أكد ماكونيل أنه لن يدعو مجلس الشيوخ للالتئام قبل الموعد المقرر لاستئناف جلساته في 19 من يناير، مبررا قراره هذا بأن التوصل إلى حكم نهائي لن يتم إلا بعد أن يكون الرئيس ترامب قد غادر منصبه. نعود إلى بيروت والدكتور سامي نادر أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أهلا بكم معنا من جديد. يعني رئيس ترامب ندد بالعنف الذي حصل في الكونغرس، ورئيسة مجلس النواب تكرر أن ترامب يشكل خطرا واضحا على أمريكا. إلى أي مدى هذا يعكس الواقع عن أنه مبالغة لدوافع سياسية؟ يعني أعتقد هنالك لعبة سياسية بالغة الأهمية تجري، لأنه كما ذكرنا المعركة المشهد السياسي ما بعد الانتخاب يتم حسمه اليوم، ويتم حسم الدور والحجم الذي سوف يلعبه دونالد ترامب، وهو يعني شخصية أو ظاهرة مميزة. يعني دعينا نذكر أن هنالك 74 مليون ناخب صوت لصالح ترامب، وهذا رقم قياسي بزيادة 11 مليون عن عام 2016. صحيح أن أحداث الأسبوع الماضي شكلت ضربة لترامب تحديدا، ولكنه ما زال يحظى بتأييد كبير لدى قواعد الحزب الجمهوري. لذلك يعني اليوم هنالك الحزب الديمقراطي يحاول أن يقطع الطريق عليه، وهنالك أيضا داخل الحزب الجمهوري شخصيات يريدون، بعضهم يريدون التخلص من هذه الشخصية، والبعض الآخر قد يقبل أن يبقى ترامب ويبقى حليفه، لأنه حليف مجدي إنجاز التعبير في الانتخابات. لذلك كان مميزا يعني موقف ماكونيل، فهو ضرب عصفورين بحجر. يعني من جهة حينما قرر أن يؤجل التصويت إلى ما بعد الانتخاب والتئام مجلس الشيوخ، هو بنفس الوقت يعني يحاول أن يؤثر على ترامب ويفاوض معه على مستقبله السياسي، ولكنه أيضا يؤثر على الرئيس بايدن، لأن هذه العملية تخطف الأضواء إن شئنا أو أبينا من الأيام الأولى لبايدن، وحتى يعني تستهلك طاقة الكونغرس الذي يجب أن يشرع لصالح أجندة بايدن، أكان في موضوع الوباء ومواجهة الوباء، أكان في موضوع إطلاق الدورة الاقتصادية. إذن بايدن لم ترق له هذه محاولة العزل هذه، لأنها تخطف الأضواء وتخطف جهد مجلس أو جهد الكونغرس بأكمله، وهو بأمس الحاجة إليه لتفعيل سياساته. يعني كان قد يفضل أن تفتح صفحة جديدة تماما كما صار أيام في بداية ولاية أوباما، حينما كان هنالك كلام عن محاولة لعزل الرئيس جورج بوش، قرر أوباما أن يطوي الصفحة نهائيا لكي يطلق أجندته ويبدأ حياته أو ولايته السياسية بشكل واضح وعلى صفحة بيضاء. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا من بيروت الدكتور سامي نادر أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا. اعتبر مؤسس تويتر ورئيسه جاك دورسي أن قرار الموقع فرض حظر على حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان الخيار الصحيح. قال الموقع في معرض تبريره لقرار التعليق إنه بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة على حساب ترامب، فقد تم تعليق الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف من جانب ترامب، وأن استخدام حساب آخر في محاولة للالتفاف على حساب تم سابقا تعليقه هو أمر مخالف لقواعدنا. كما اعتبر مؤسس تويتر أن قرار تعليق حساب ترامب يعتبر سابقة خطيرة.
أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 16 كيانا وثلاثة أشخاص مرتبطين بإيران. قال وزير الخزانة ستيفن مينوشن إن المعاقبين ساعدوا في استمرار تمكين نظام إيران الفاسد من موارد مالية، مؤكدا أن أمريكا ستواصل معاقبة من يدعي أنه يساعد الشعب الإيراني. أضاف وزير الخزانة أن الكيانات المعاقبة يتحكم فيها مرشد النظام علي خامنئي. أضافت وزارة الخزانة الأمريكية رئيس هيئة أركان ميليشيات الحشد الشعبي في العراق عبد العزيز المحمداوي المعروف بأبو فدك خليفة أبو مهدي المهندس على قائمة العقوبات، وهو آخر مسؤول عراقي تضعه الولايات المتحدة على قائمة العقوبات، وقد سبقه إليها كل من هادي العامري وقيس الخزعلي وخميس الخنجر ومؤخرا رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض. معنا من عمان لنناقش هذا التطور المحلل السياسي العراقي رعد هاشم. سيد رعد، أهلا بكم معنا في العربية. في أي إطار توضع هذه العقوبات الجديدة للخزانة الأمريكية ضد إيران في هذا التوقيت بالذات؟ تحية إليكم والمتابعين الكرام. يعني أكيد في إطار المتابعة والملاحقة الجدية والدقيقة للإدارة الأمريكية لمثل هذه العناصر التي تديم زخم الولائية للنظام الخميني والخامنئي والملالي في طهران، هي تدرك أنه رغم الأيام الأخيرة، أقصد الإدارة الأمريكية، ولكن تدرك أن العمل المؤسساتي للجانب الأمريكي يعني محكم ومعتد به حتى وأن تغيرت الإدارات. هي تعلم جيدا أنه العراقيين الذين يعني صار لهم عشرات السنين ربما يعشعش بينهم مثل هؤلاء الشخصيات والنماذج التي تخدم إيران، لا يمكنها أن تبقى في الظل حتى لو سميت نفسها بكنة متعددة كأبو فدك. أبو فدك يعني لا يعرفه إلا أقرانه من الحزب، حزب كتائب حزب الله، ولكن الشعب العراقي لا يعرف سوى أنه اسمه أبو فدك، ولكن وزارة الخزانة الأمريكية تعرف أنه اسمه عبد العزيز ملوح مجرش المحمداوي. هذا لا يعرفه كثير من العراقيين. أنا المتابع للميليشيات والفصائل المسلحة الآن بفضل الخزانة الأمريكية عرفنا الاسم الكامل حقيقة. الأمر يعني حقيقة محرج ومزعج للحكومة العراقية. طب أطراف منها بالحكومة وشخصيات أنه هذه المرة سياسية نافذة. وزارة الخزانة لم تقل أنه هذه الشخصيات أو الكيانات تدعم أو تغطي على النظام الإيراني، بل قالت أن مرشد إيران علي خامنئي يستخدمها لمصلحته الشخصية. ما المقصود من ذلك؟ نعم، وإضافة إلى ذلك قالوا يعني الإرهابي العالمي، يعني أيضا وصفوه بالتأكيد، لأنه طالما هذا الشخص يعني من جماعات حزب الله فهو المقرب الأقرب للخامنئي، لأنه هم يعتبرون كتائب حزب الله سواء في العراق وفي لبنان الحلقة الأقرب، والبقية تختمهم يعني أو تمشي أو تسير في ركابهم. يعني بالتأكيد لو تتبعنا منافذ الحدودية في العراق مع إيران بالذات لوجدنا أنه هذه الكتائب اللي صنفت إرهابيا منذ فترة، كتائب حزب الله العراقية، هي تسيطر على المنافذ كلها، وهي التي تشترط ماذا يدخل وماذا يخرج منها. وللأسف يعني موضوع الامتداد الحكومي أو السيطرة الحكومية على هذه المنافذ ما زال محدودا، يعني ما زال محدودا. لذلك كل ما يخدم الأجندة والاقتصاد الإيراني ويديم عجلته بالتأكيد هو طبعا يحظى باهتمام الخامنئي، وأيضا يديم عجلة تقدم نظامه في مجال الصناعات التسليحية ومجال الدخول في مهاترات وحشر الميليشيات في مناطق عدة من دول الإقليم. ما يؤلم هنا ست سهام حقيقة أنه يعني هؤلاء يعني يعشعشون في المجتمع العراقي، بل يهيمنون
على كثير من المفاصل العراقية. الآن يعني كيفية التعامل مع هذه الشخصيات، ونحن لدينا يعني انتخابات قادمة، لدينا أيضا يعني مجتمع ربما منهك من فعل الكثير من الأحداث التي حصلت، كيف التعامل مع مثل هذا؟ يعني بلد صار بجوقة إرهابيين أو جوقة معاقبين دوليا، كيف للحكومة العراقية أن تجامل أو أن يعني تضحي بهؤلاء، تجد البديل، تنحرج من إيران ولا تستطيع تغييرهم؟ المسألة جدا شائكة على الوضع السياسي والأمني في البلد، يعني في العراق ككل. نعم، شكرا جزيلا لك من عمان على تواجدك معنا المحلل السياسي العراقي رعد هاشم، شكرا جزيلا لك. الخزانة الأمريكية أدرجت كذلك 5 من قادة تنظيم القاعدة في إيران على قائمة الإرهابيين العالميين. كشفت الخزانة الأمريكية أن من ضمن هؤلاء قادة في الكتائب الكردية التابعة للقاعدة، وهي جماعة مرتبطة بالقاعدة وتعمل على الحدود بين إيران والعراق. وصف بومبيو إيران بأنها أفغانستان الجديدة باعتبارها المركز الجغرافي الرئيس لتنظيم القاعدة. أفادت وكالة رويترز أن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن لوكوك سيحض واشنطن على العدول عن تصنيف جماعة الحوثي في اليمن تنظيما إرهابيا. حذر لوكوك من تداعيات هذه الخطوة قائلا إنها ستجر اليمن إلى مجاعة، مضيفا أن اعتزام الولايات المتحدة إصدار إعفاءات لوكالة الإغاثة لن يمنع حدوث المجاعة في اليمن. ولم يصدر من الإدارة الأمريكية أي تعليق على تصريح المسؤول الأممي. وفي الملف النووي قالت وول ستريت جورنال إن إيران تقدمت خطوة أخرى في الطريق لإنتاج قنبلة نووية، وذلك في ضوء إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أبلغتها بالتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقودا لأحد مفاعلاتها. قالت الوكالة في بيان إن إيران أبلغتها في رسالة بتاريخ 13 يناير بأنها بدأت تعديل ونصب الجهاز المناسب للنشاطات المذكورة في مجال البحث والتطوير. قالت طهران إن هذه الأبحاث تهدف إلى توفير الوقود المتقدم لمفاعل بحث في طهران. كشفت صحيفة إسرائيل هيوم عن طلب رئيس الأركان للجيش الإسرائيلي بإعداد 3 بدائل عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، سيقوم المستوى العسكري بعرضها على المستوى السياسي قريبا. وبحسب مراسل العربية في القدس فإن تسريب هذه المعلومات قد يشكل ورقة ضغط بيد نتنياهو على إدارة بايدن التي أعلن مسؤولون فيها أنها ستعود إلى الاتفاق النووي مع إيران. هذا وينوي نتنياهو تعيين مبعوث خاص للملف النووي الإيراني، وفي الغالب سيكون رئيس الموساد يوسي كوهن الذي ينهي مهامه في يوليو المقبل. ذكرت وسائل إعلام سودانية أن وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي سيصل الخرطوم اليوم على رأس وفد رفيع المستوى. نقل موقع صحيفة التغيير عن مصادر دبلوماسية قولها إن عبد العاطي سيعقد مباحثات مشتركة مع نظيره السوداني ياسر عباس حول آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي. في المقابل وصل إلى القاهرة اليوم وفد سوداني برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي في زيارات رسمية، وسيسلم الوفد رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع بين السودان وإثيوبيا حول الحدود. وفي جوبا التقى المبعوث الخاص لرئيس الوزراء أبي أحمد هايلي مريم ديسالين برئيس جنوب السودان سلفا كير وناقش الوضع على الحدود الإثيوبية السودانية. خلال زيارة برفقة نائب رئيس هيئة الأركان ووفد عسكري إلى ولاية القضارف التي شهدت خروقا إثيوبية، قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة قادرة على حماية الأرض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها. أكد البرهان أن الجيش السوداني سيظل سندا للشعب وداعما لتحقيق السلم والاستقرار والتنمية. ثاني زول بيرجع ورا ما في الوطن دي حقتنا، زي ما ماتنا اخواتنا ديل كلنا نموت هناك فيها، كلنا نموت فيها هناك ان شاء الله. ربنا يتقبلن ويحسن اليهن، وانا الشعب السوداني كله متضامن معاكم، كلهم الحكومه والشعب وكلهم قلبهم معاكم، وكلهم بيقولوا لكم هم كلهم سند ليكم وعون ليكم، فانكم انتم تستلموا اراضيكم وتستردوا حقكم
وتزرعوها مطمئنين آمنين، ما في أي زول يعمل لكم إزعاج. معنا من الخرطوم للمزيد من التفاصيل مراسلة العربية لينا يعقوب. لينا أهلا بك، كيف يبدو الوضع عند الحدود في ظل أزمة الحدود مع إثيوبيا وخصوصا في ولاية القدارف مع وصول حشد عسكري إليها وكذلك اتهام ميليشيات بخروقات هناك؟ صباح الخير سهام. نعم، يبدو هناك تصعيد سياسي جديد بين الدولتين إثيوبيا والسودان. كانت هناك تصريحات للسفير الإثيوبي أمس ومن المتوقع أن يتم استدعائه لهذه التصريحات. هناك رفض لها باعتبار أنه طالب الجيش السوداني بالعودة إلى النقاط التي كانت يتمركز فيها قبل الأحداث الأخيرة قبل شهرين، ويعتبر أن بلاده لن تعترف بهذه الحدود. أيضا الوضع الآن في الحدود هو مستقر، ولكن كانت هناك زيارة لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان لرفع الروح المعنوية للجيش وأيضا للوقوف على استعداد القوات لأي هجمات متوقعة. في ذات السياق أيضا سهام، كانت هناك أيضا تنويرات من بعض قيادات الدولة حول انهيار أيضا مفاوضات صد النهضة، الأمر الذي فسر أيضا أنه يتماشى مع ما يحدث في الحدود، انهيار مفاوضات صد النهضة من ناحية سياسية وكذلك الأزمة الناشبة الآن في الحدود. يبدو أنها أثرت بصورة كبيرة على العلاقات، الأمر الذي أدى أن يقوم السودان بتنويرات. اليوم سيلتقي عضو المجلس السيادي شمس الدين كباشي ووزير الإعلام فيصل محمد صالح وكذلك ومدير المخابرات بالرئيس عبد الفتاح السيسي. ستكون هناك لقاءات أخرى لدول أخرى لإطلاعهم على هذه الأزمة التي تبدو سياسية في مفاوضات سد النهضة وكذلك ميدانية عسكرية على الحدود. طيب، هل يفهم من ذلك يلينا مع وصول الوفد السوداني إلى القاهرة للقاء السيسي أن هناك وساطة مصرية بشأن أزمة الحدود بين إثيوبيا والسودان؟ نعم سهام، أزمة الحدود هي أزمة أصبحت موجودة بعد أن استعاد السودان عددا من أراضيه في منطقة الفشقة. السودان يعتبر أن هذه المناطق ليست متنازع عليها، هي مناطق سودانية، ويترك للجانب الإثيوبي الخيارات الأخرى، من بين هذه الخيارات اللجوء إلى التحكيم أو إلى الأمم المتحدة أو للاتحاد الإفريقي. لذلك هو يقوم بهذه التنويرات لإطلاع الدول المجاورة خاصة والدول الصديقة على تطورات الأوضاع في الحدود. لم تحدث أي اشتباكات جديدة باستثناء التي حدثت قبل 3 أيام أو 4 أيام وأدت إلى مقتل 5 نساء وطفل، وهو الأمر الذي أصدرت فيه وزارة الخارجية السودانية بيانا استنكرت فيه هذه الحادثة. لذلك كانت هناك تعزيزات إضافية في ولاية القضارف وأيضا على الحدود توقعا لأي أحداث أخرى محتملة من الجانب الإثيوبي سواء كان من الجيش الفيدرالي أو من ميليشيا الأمهرة. طب كما قلت لينا، لم تحصل حتى الآن أي اشتباكات عند الحدود في ولاية القضارف. الطرفان سواء إثيوبيا وحتى السودان دعا إلى التهدئة والحوار، هل من قنوات اتصال في هذا الإطار؟ نعم سهام، هناك تصريحات للعربية والحدث أدلى بها وزير الخارجية السوداني وقال فيها أنه بإمكانه الاتصال بوزير الخارجية الإثيوبي وأنه قد يتصل به استنكارا على هذه التصريحات التي أدلى بها السفير الإثيوبي في الخرطوم. هو يعتبر أنه كان يدافع عن وجهة نظر بلاده، ولكنه يعتبر أن هذه الأراضي أراضي سودانية ليست محل نزاع، لن يتراجع عنها السودان، سيظل ثابت في موقفه سياسيا، وهو يرغب بأن ينتهي هذا النزاع بصورة ودية، وأن الجيش السوداني لن يتراجع من المناطق التي وصل إليها وترك الخيار للجانب الإثيوبي باللجوء للتحكيم بالذهاب إلى أي مكان آخر، لكن السودان لن يتراجع عن النقاط وعن الأراضي التي استردها. شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلة العربية لينا يعقوب. شكرا لك لينا. قال وزير الدفاع التركي خالوسي أكار إن تراجع بلاده عن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسي S-400 في غاية الصعوبة، لكنه عبر عن أمله في حل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة بالحوار. تابعا، نريد حل المشاكل عبر الحوار، إذا أراد الجانب الأمريكي حلا فيمكن التوصل إليه من خلال العمل على المستوى الفني. وأكار وجه الدعوة إلى الولايات المتحدة للنأي عن لغة التهديد مثل العقوبات وفق
قوله، لكن أكار وجه الدعوة كذلك للولايات المتحدة، وأكد في حديثه للصحفيين أن تركيا تجري محادثات مع روسيا بشأن الحصول على شحنة ثانية من أنظمة S-400. أهلا بكم من جديد. شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين مثلوا 28 قطاعا و36 دولة. خلال الجلسة تطرق ولي العهد للفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة في إطار ما توفره رؤية 2030. أوضح ولي العهد السعودي أنه سيتم تمويل 85% من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم للدخول في استثمارات. واستعرض الأمير محمد بن سلمان الإنجازات التي حققتها السعودية بشأن تضاعف الإيرادات غير النفطية وتمكين المرأة في سوق العمل، مشددا على الدور الذي لعبته وتلعبه المملكة في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة. رئيس الأبحاث لدى الراجح المالية مازن سديري قال إن تصريحات الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر دافوس تنم عن أهمية أهداف مشروع نيوم الاستراتيجية والبيئية. من ناحية أن هناك توجه لاستثمارات متنوعة، مصادر متنوعة، سواء القطاع الخاص، الصندوق السيادي وظهوره أصلاً يعني يعتبر إنجاز وبناء بهضخامة حيث كان قسم صغير في وزارة المالية، والتوجه لجذب استثمارات أجنبية كخطوط عريضة على مدى استراتيجي. أما على حاليا تعرف احنا ظاهرين من ظروف أزمة وباء عالمي، والعالم كله يتجه للاهتمام بالعناية البيئة لكبح أي هجوم بيئي أو أي ظهور للأوبئة. يعني ظهور الوباء الأخير كان سبب تلوث ومشكوك أن منطقة بالصين والسوق الحيوانات الصيني. أسديري أضاف أن السعودية تشهد تغيراً ملحوظاً وكبيراً نحو الأفضل، لا سيما التغير في المجال الثقافي قبل الاقتصادي. ما أحد ينكر المملكة تغيرت نسبة كبيرة للأفضل، يعني تغير الحقيقة أهم من أن يكون تغير اقتصادي أو يسبق أي تغير، هو تغير ثقافي واجتماعي كبير جداً. ومشاركة المرأة برقم لافت، ما أن وصل الرقم المرأة تجاوز 30% في القوى العاملة السعودية. هذه إصلاحات ما هي سهلة. الشيء الثاني أيضا ارتفاع الشفافية في الاقتصاد السعودي، أرقام كثيرة وبيانات صارت تظهر. اقتصاد الظل أكيد أنه انخفض مع ارتفاع الوضع الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الشركات المنظمة أصبحت الأكبر في السوق. أزديري أوضح أيضا بأن كل من يبحث عن التعاون الاقتصادي يتوجب عليه البحث عن الخبرة والمعرفة وليس المال فقط. صنع أي تعاون اقتصادي أنت تبحث عن قيمة مضافة. القيمة المضافة ليست فقط مال، أنك تبحث عن المال، أيضا تبحث عن الخبرة، تبحث عن المعرفة، تبحث إلى من يأخذك معه إلى أسواق أخرى. فهي الحقيقة عدة معطيات. المرحلة القادمة مستقبلا يعني لا شك أن الاقتصاد الخدماتي راح يكون أكبر، الرقمي، في اهتمام أيضا راح يكون بالتعليم، في الصحة. هذه مشكلة عالمية ترى، التعليم والصحة والطاقة هذه مشاكل عالمية. فالكل الحقيقة الآن في توجه حسب موارده يبحث وين يقدر يخلق قيمة مضافة. أين تتوجه؟ لا صدقني الكل يفكر أين سيذهب، لا يوجد جواب واضح، لكنه يوجد خطوط عريضة
ونتمنى ان شاء الله يعني نتمنى أن نسبق الآخرين في الوصول لأهدافنا بإذن الله. وصل إلى مدينة ووهان الصينية فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ فيروس كورونا بحسب مشاهد بثتها شبكة CGTN التلفزيونية الحكومية. كان وصول الخبراء إلى الصين مقررا أساسا الأسبوع الماضي، لكن الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة لعدم حصول الفريق على التراخيص اللازمة. هذا وسجلت الصين أول حالة وفاة بكورونا على أراضيها منذ 8 أشهر استطاعت خلالها السيطرة على الفيروس. وبحسب لجنة الصحة الوطنية فإن حالة الوفاة سجلت في مقاطعة هيباي شمال البلاد رغم فرض السلطات إغلاقا عاما على عدد من مدن المقاطعة بعد عودة تفشي الوباء. معنا من بكين المزيد من التفاصيل الكاتب الصحفي عامر تمام. عامر أهلا بك، تفاصيل أوفى حول وصول فريق المحققين الدوليين إلى منشأ كورونا ووهان. نعم، وصل اليوم الفريق الدولي الخاص بمنظمة الصحة العالمية إلى ووهان. ربما كما تفضلت هذه الزيارة كانت مقررة، هذا الوصول كان مقرر الأسبوع الماضي، ولكن نظرا لبعض الإجراءات تم التأخير إلى هذا الأسبوع. من المقرر أن يبدأ الفريق المهام الخاصة به بعد حجر صحي سيفرض عليه لمدة 14 يوما. بعدها يبدأ الفريق التحقيق في منشأ الفيروس وخلي السلطات الصينية التحقيق في منشأ الفيروس وليس في طريق تفشي الفيروس للاستفادة من كيفية منع انتشار الفيروسات أو كيفية منع نقل الفيروسات من الحيوانات إلى البشر. طب هل رفعت السرية عن الأماكن التي سيبحث فيها المحققون الدوليون أو طبيعة البحث أيضا؟ نعم، حقيقة لا يوجد حتى الآن أي أخبار عن جدول عمل هذا الفريق، ولكن وفقا لبعض الأخبار فإن هذا الفريق سيلتقي بالعديد من الحالات التي أصيبت أو أول الحالات التي أصيبت في ووهان، سيبحث أو سيذهب إلى السوق الذي من المحتمل أن يكون انتقل منه أو كان هو البؤرة الأساسية للانتشار، سوق الحيوانات الرطبة في ووهان. أيضا سيطلع على السجلات الخاصة بتسجيل الحالات الأولى والحالات كيف دخلت إلى المستشفى وما إلى ذلك مثل هذه الأمور، ولكن حتى الآن لا يوجد وفقا للسلطات الصحية في الصين أو حتى منظمة الصحة العالمية أي جدول واضح لعمل الفريق. طيب، أول حالة وفاة كورونا سجلت في الصين بعد 8 أشهر، هل من معلومات أوفى حول هذه الحالة؟ هل هي إصابة جديدة؟ يعني معلومات أوفى. نعم، هذه الحالة هي سجلت في مقاطعة خيبي. هذه المقاطعة هي مجاورة لمدينة بكين. تم فرض إجراءات صارمة على هذه المقاطعة، ولكن تم فرض حجر صحي كامل وإغلاق كامل على 3 مدن في هذه المقاطعة. هذه المقاطعة سجلت اليوم حوالي 140 حالة إصابة. هذه الحالة الوفاة هي الأولى منذ 8 شهور، منذ آخر حالة وفاة كانت في مايو الماضي. هي لسيدة كانت تعاني من حالات من أمراض مزمنة. هذه السيدة أصيبت بالفيروس، ولكن وفقا للجنة الطبية تقول أن لا يوجد ما يؤشر إلى أن هذا الفيروس أكثر فتكا من السلالات التي سجلت قبل ذلك، ولكن يعني السبب الأساسي ربما في وفاة السيدة إن يرجع إلى أنها أصيبت أو مصابة بأمراض مزمنة. أيضا أشارت اللجنة الصحية إلى أن المستشفيات في مقاطعة خيبي بشكل كامل بها حوالي 16 مريضا فقط من المصابين بكورونا، باقي المرضى أو الحالات هي تبقى في المنزل في طوال هذه الفترة.
الإصابات ليست فقط حقيقة في خيبي ولكن أيضا في مقاطعة هولانجيان القريبة من الحدود مع روسيا، وتعمل السلطات الصحية على احتواء الموقف وفرض إجراءات قاسية للسيطرة على الموقف قبل موسم عيد الربيع الذي من المقرر أن يكون في فبراير القادم والذي يشهد حركة سفر كبيرة في داخل الصين. طيب، الصين تحتفظ بإغلاق المقاطعات، ماذا عن داخل المدن والمقاطعات يا عامر؟ كيف يعيش الصينيون؟ هل لا تزال الإجراءات الصارمة مفروضة في الداخل؟ نعم، ربما استفادت الصين كثيرا من تجربة ووهان. المدينة الأكبر في مقاطعة خيبي هي تم فرض عزل تام عليها وإغلاق كامل، لا يوجد وسائل مواصلات عامة، لا يوجد حتى تاكسي أو ما إلى ذلك، الكل يبقى في المنزل ويتم إيصال المواد الضرورية عبر لجان شعبية لكل منزل، من المقرر أن يطلب ما يريد في اليوم، و بعد ذلك تقوم هذه اللجان بإيصال مستلزماته. لا، غير مسموح لهؤلاء الأشخاص بمغادرة المنازل. يتم حاليا أيضا إجراء مسحات لكل سكان هذه المدن، أو حتى دعيني أكون واضح، يعني لكل سكان مقاطعة خيبي. الإجراءات القاسية حاليا شملت في الصين قرابة 200 مليون شخص، منهم مقاطعة خيبي فقط أكثر من 80 مليون. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات من بكين، الكاتب الصحفي عامر تمام، شكرا لك. افتتح رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد قاعة في مركز الكويت مخصصة للتطعيم ضد فيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة أن القاعة الجديدة ستعمل بهدف مضاعفة الأعداد التي تتلقى التطعيم من المواطنين والمقيمين، حيث يمكنها استيعاب أكثر من 150 وحدة تطعيم. للتفاصيل معنا من الكويت مراسلة العربية شهد المتروك. شهد، أهلا بك، تفاصيل أوفى حول عملية التطعيم مع افتتاح القاعة الجديدة. نعم سهام، اليوم تم افتتاح القاعة الجديدة، قاعة رقم 6، وهي القاعة الثانية التي تخصص للتطعيم وتلقي كل من سجل عبر منصة وزارة الصحة لتلقي هذا اللقاح. طبعا هذه القاعة الجديدة وهي بخلفي تضم حوالي 160 وحدة تطعيم، مقسمة طبعا ما بين وحدة انتظار ووحدة تطعيم فعلية. قاعات الانتظار عددها أكثر من 500 قاعة لجميع الأشخاص في وقت واحد، يعني كل شخص يتلقى التطعيم يذهب أو يتوجه إلى قاعة الانتظار لمدة 15 إلى 20 دقيقة. طبعا وصلت الدفعة الثانية من اللقاح مطلع هذا الأسبوع، وبالتالي حتى لا تتوقف عملية التطعيم ويتلقى كل المسجلين هذا اللقاح. لا تزال الأولوية للعاملين بالصفوف الأولى وأيضا كبار السن فوق 65 عام وأيضا كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة. لذلك العدد الكلي لوحدات التطعيم في القاعتين هو أكثر من 200 وحدة تطعيم. طب طبيعة اللقاحات التي اعتمدتها الكويت شهد؟ نعم سهام، إلى الآن شركة فايزر هي المورد الوحيد، أو الجرعات التي وصلت إلى الكويت هي من شركة فايزر، لكن تم التعاقد مع أكثر من شركة تقريبا عددهم 5، لكن بانتظار وصولها رسميا والإعلان عنها من قبل وزارة الصحة في الأيام المقبلة. من المتوقع وصول الدفعة التالية في شهر فبراير القادم حتى تبدأ عملية تطعيم الفئات الأخرى غير الصفوف الأولى وكبار السن. إلى اليوم وبعد 3 أسابيع، طبعا الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى منذ 3 أسابيع يتلقون الجرعة الثانية اليوم بعد 3 أسابيع، عددهم الكلي من الصفوف الأولى وكبار السن تجاوز 30,000 شخص تلقى لقاح فايزر. شكرا جزيلا لك شهد المتروك مراسلة العربية، حدثنا من الكويت، شكرا شهد.
في أعلى حصيلة يومية بالولايات المتحدة منذ اندلاع الجائحة، تخطى عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا عتبة 4327 حالة على مستوى البلاد، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات بها نحو 380,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز. كما ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى ما يقرب من 250,000 حالة يوميا في المتوسط، لتتجاوز الإصابات المؤكدة حد 22,800,000 إصابة بفيروس كورونا. كما سجلت بريطانيا ارتفاعا قياسيا للوفيات بفيروس كورونا، إذ رصدت السلطات الصحية للبلاد 1564 حالة في الساعات 24 الأخيرة، ليبلغ مجمل الوفيات في بريطانيا 85,000 تقريبا، في خامس أعلى حصيلة في العالم. تكافح البلاد في الأسابيع الأخيرة سلالة جديدة من الفيروس أكثر قدرة على العدوى. باتت السلالة المتحورة لكورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا منتشرة الآن في 50 بلداً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فيما تم العثور على تحور مماثل تم تحديده في جنوب إفريقيا في 20 بلداً. أشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أيضاً إلى أن نوعاً آخر مثير للقلق لفيروس كورونا المتحور رصد في اليابان، قد يؤثر على الاستجابة المناعية ويحتاج إلى مزيد من التحقيق. أوضحت المنظمة أنه كلما زاد انتشار فيروس كورونا زادت فرص تحوره، مضيفة أن المستويات العالية للانتقال تعني أننا يجب أن نتوقع ظهور مزيد من التحورات. أفاد تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية بأن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات بدون طيار متطورة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. وبحسب تقرير للمجلة الأمريكية، فإن إيران نشرت طائرات مسيرة من طراز شهيد 136، والتي يطلق عليها أيضا الطائرات الانتحارية، في محافظة الجوف شمال اليمن. وبحسب التقرير، فإن نشر تلك الطائرات في اليمن يهدف لشن هجوم ضد مجموعة مختلفة من الأهداف في المنطقة. تهدف إيران من خلال تلك الخطوة إلى ضرب أهداف في المنطقة، لا سيما أهداف أمريكية عبر وكيلها الحوثي، لدرء أي تهمة عنها.